ستنطلق الطبعة الثانية من الأسبوع الثقافي الكوري بالجزائر يومي 22 و23 سبتمبر بمنافسة كأس سفير كوريا والكيكيون المبرمجة بقاعة حرش حسان المتعددة الرياضات بالجزائر العاصمة. هذا ما كشف عليه سفير كوريا الجنوبية بالجزائر. هذه الطبعة الثانية التي تبرز الانسجام بين التقليد والعصرنة والتي تنظم تحت شعار مزدوج الجزائر وكوريا الصداقة إلى الأبد واترك سحر كوريا يلهمك، ستسمح باكتشاف وجه آخر أكثر نضج وعمق لثقافة كوريا الجنوبية وفلسفتها. في 27 من الشهر الجاري سيحتضن فندق الأوراسي ملتقى حول النمو الاقتصادي لكوريا والعلاقات الاقتصادية الجزائرية الكورية، وخلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر سيتم عرض أفلام كورية جنوبية بقاعة ابن خلدون، كما سينظم حفل لفرقة بوستروك جامبيناس المشهورة في كوريا الجنوبية ومسابقة في التعبير الشفوي للغة الكورية. ainsi que le volet culturel. Le volet sportif, tout d'abord, nous organisons une compétition de taekwondo le 22 et le 23 septembre, c'est-à-dire ce week-end, à la salle Omni Racha. Le grand gagnant de cette coupe participera à la finale de taekwondo internationale qui aura lieu à Séoul, tout frais payé, bien évidemment, par l'organisateur, la Corée. Cet événement bénéficie d'un soutien financier, comme l'avait remarqué M. l'ambassadeur tout à l'heure, des grandes entreprises coréennes Samsung et LG. Il y aura le tombola parmi les spectateurs. J'espère donc qu'ils seront nombreux à tenter leur chance. Vous comprenez, évidemment. Ensuite, place à l'ambiance plutôt académique. Pour le volet économique et politique, nous organisons un séminaire conjoint sous le titre de la croissance économique de la Corée et les relations économiques algéro-coréennes. سفير كوريا وطاقم السفارة الكورية الجنوبية بالجزائر شددوا على أهمية أن تتيح هذه الفعاليات لتكون فرصة سانحة لتعريف الشعب الجزائري بالثقافة الكورية الجنوبية بشكل أكثر.